مرحبا واهلا فيكم. اليوم بدنا نحكي عن موضوع كمان الانتخابات القادمة. في كتير اقاويل ومتنبئين وعارفين وعالمين بدقائق الامور عم بيحكوا شروي غروي انه شو بده يصير بالانتخابات القادمة. هلا انا بدي لكم شغلة. هلا طبعا انا رح احاول هذا التسجيل يكون 4 دقائق، يعني حطكم بشغلتين مهمين بناء عليهم ممكن تعرفوا تماما احسن من اي شخص تاني بيحكي بما فيهم انا شو بده يصير بالمستقبل الانتخابات الرئاسية القادمة. هلا كل واحد بيقلكن انا بعرف بايدن، انا بعرف ما بعرف مين، انا فلان قال لي، انا عندي مصادري، اسمعوا ما في مشكلة بمتابعته وللتسلية، يعني يعني الترويح عن انفسكم، ولكن وقت بتكون تقيموا كلامه قيموه على اساس الكلمتين يلي بدي لكم اياها. هلا اي مشاركه للمعارضه السوريه بكل اطيافها ومسمياتها بالانتخابات الرئاسيه القادمه اذا ما كان في اطار القرارات الدوليه المعروفه والحل السياسي اللي هو متمثل حاليا باللجنه الدستوريه، يعني هي اللجنه الدستوريه اذا ما وصلت لوضع دستور جديد لسوريا واقرت آليات لانتخابات قادمة بتضمن مشاركة كل أطياف السوريين في الانتخابات، فهذه الانتخابات لن تكون انتخابات شرعية بالمطلق. إن شارك فيه معارضين، جزء من المعارضة معارض لحاله، كل المعارضة إذا ما كانت في إطار القرارات الدولية فإذا هي غير شرعية، وإذا يعني طرف من الأطراف معارض من المعارضين كتلة من الكتل، وأنا بستبعد هذا الشيء تماما لأن النظام ما رح يقبل، يعني النظام ما رح يقبل يشارك هو ويرفعوا صور بشار الأسد بالمقابل في صور نصر الحريري، هذا شيء ما رح يصير. ولكن إذا صار يعني وحدثة المعجزة وفي حدا من المعارضين باتفاق معين ضمني خارج إطار اللجنة الدستورية اللي ما وصلت لمحل وما رح توصل بهالشهرين القادمين شارك، فهو رح يشارك يعني على مسؤوليته ويمثل نفسه، لا يمثل أي شيء من القوى والواقع الموجود على الأرض، ورح يكون سعره بسعر المعارضة الداخلية رح تشارك بالانتخابات القادمة. فإذا ما رح يعطي أي شرعية مشاركة أي معارض أو جزء من المعارضة في الانتخابات الرئاسية، وهذا شيء أنا برأيي ما رح يصير. اللي رح يشارك هو يعني النظام والمعارضة الداخلية، الأحزاب المرقصة داخل سوريا. ولكن إن حدث هذا الموضوع بما يروج البعض يعني من فترة وصار على راسنا فيه إنه رح في ناس رح تشارك وناس ما رح تشارك، هذا إذا انتم رح يكون هذا الشخص المشارك أو الجهة مشاركة يعني تمثل نفسها لا تمثل أي شيء من الواقع، ولا رح تغير شيء من الواقع. وبالتالي مرة تانية يعني أنتوا أي واحد بيحكي دائما تذكروا، هل هذا السياق اللي عم يحكي فيه ضمن إطار القرارات الدولية وأعمال اللجنة الدستورية يلي بتمثل الإرادة الدولية واللي هي بتعطي الشرعية للنظام أو للانتخابات القادمة؟ إذا كان الجواب لا فإذا هاي المشاركة مثل قلت. هلا الانتخابات في يعني الانتخابات الرئاسية ممكن تصير، ممكن تخلي بشار الأسد في السلطة، ولكن في إطار الأمر الواقع والأمر على ما هو عليه. يعني كيف صارت الانتخابات مجلس الشعب، كيف تعينت الحكومة الجديدة، ممكن يصير في تغييرات، رح يستمر بشار الأسد في حكم ما تبقى من سيطرته، يعني من السيطرة المدن المسيطر عليها والمناطق المسيطر عليها، ونتائج الانتخابات ما رح ترجع له أي مناطق جديدة لأن ببساطة هي خارج الحل الدولي المطروح، وما في حدا من القوى رح يقول له تفضل والله أنت صرت رئيس شرعي وهتفضل هاي المناطق خدها على طبق من فضة. فإذا هذا هو الموضوع باختصار، قاعدة بسيطة، أي سياق بينحكى فيه باتجاه المشاركة بالانتخابات وضمن الإطار القرارات الدولية، قرار مجلس الأمن واللجنة الدستورية من أعمال اللجنة الدستورية، وفي قرار دولي داعمه لحتى يضم كل الأطراف ويوجد حل نهائي سياسي لسوريا، فإذا هذا بيكون هذا ما رح نلحق نعمله بشهرين. أما كل ما يتم الحديث عنه بموضوع مشاركات من هون من هون من تحت الطاولة من فوق الطاولة، ما بعرف مين قال لفلان، فلان قال لفلان، واحد عنده مصادر، ممكن يصير ممكن ما يصير مو مهم، ولكن رح يكون ضمن إطار انتخابات غير شرعية ولا تمثل أي من أطياف الشعب السوري الخارج عن سيطرة النظام. هذا كل شيء بدي لكم إياه، حطوا القاعدة يعني مثل ما بيقولوا حلا بإذنكم، وقيموا بناء عليها
كل الاقاوير والسيناريوهات اللي عم تنطرح والحكايه والروايه اللي عم تنقال، وقتها ممكن توصلوا مين عم يحكي صح ومين عم يحكي غلط. وشكرا لاستماعكم ودعمكم للقناه بالاشتراك فيها، والى اللقاء.